ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية، كيف تابعت قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذه المجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية؟ الأول تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين وضيف حضرتك الكريم. طبعا احنا بنتابع عن كثب الدفعات التي يتم الافراج عنها عن طريق لجنة العفو الرئاسي، واللي هي كان هناك وعد بان هناك دفعات متتالية لكل من هو معتقل سياسي او حبس احتياطي او غارمين، وان هناك نشاط على مدار الساعة من لجنة العفو الرئاسي منذ اعادة تشكيلها في ابريل الماضي الذي تزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني. دفعات متتالية بتخرج لتؤكد صدق الوعد والعهد اللي قطعته لجنة العفو الرئاسي والمكلفة بالنظر في كافة القضايا المحبوسين على ذمة قضايا أو حبس احتياطي أو حتى من صدر لهم أحكام قضائية. والنهاردة يمكن خروج يعني مجموعة من صدر ضدهم أحكام قضائية يؤكد أننا أمام منحى جديد وإعطاء مزيدا من الثقة خاصة للحوار الوطني، وأن هذا العفو جاء اتساقا مع ما يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني بمشاهدة عن كثب عن الآراء المختلفة والمتنوعة والتي طالبت بأثناء جلسات الحوار بمزيد من الإفراج ومزيد من الدفعات التي يتم الإفراج عنها، مع الاحتفاظ بالشرطين اللي قطعتهم لجنة العفو الرئاسي بأنه لا خطوط حمراء للعفو إلا من كان ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو تورط في عنف. وبالتالي يعني هذه الدفعة أثلجت صدر الكثيرين، وخاصة من ضمنهم من صدر ضدهم أحكام قضائية، منهم الناشط الحقوقي باتريك زكي أو المحامي الحقوقي محمد الباقر، وده يعطي دفعة جديدة وقوية لاستمرار الحوار الوطني ومزيدا من الثقة وزي ما بنقول مزيدا من الثقة بمجلس أمناء الحوار بأنه أننا نعمل من خلال مساحات مشتركة، بنعمل نحو بناء جمهورية جديدة، وأنه لا خطوط حمراء، وأن موضوع الحبس الاحتياطي مسألة وقت فقط لينتهي، وأن دفعات العفو ستشمل المزيد والمزيد بإذن الله لآخر مسجون كما وعدت لجنة العفو الرئاسي ضمن تعليمات السيد الرئيس. يعني حضرتك ذكرت أكثر من مرة في إجابتك دكتور هشام فكرة الحوار الوطني، والحقيقة أنه اللي حصل النهاردة ده يعني الناس بتشوفه أنه استجابة فورية لمطالب مجلس الأمناء للحوار الوطني. أنا عارفة أنه حضرتك ذكرت أنه ده كان هذه الاستجابة، ولكن يعني السؤال هنا لأنه الحقيقة ما نقدرش نفصل الاثنين عن بعض، العفو الرئاسي بفكرة احترام القيادة السياسية لحالة الحوار الوطني اللي حصل دلوقتي. وأنا أسفة أنا مش يعني مش 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 بقصد أخلط المواضيع ببعض، ولكن فكرة إنه في جماعة معينة أو أيا كان مين كان طول الوقت كان وما زال بيحاول يشكك في جدية الحوار الوطني والنظرة اللي فيها احترام وتقدير من القيادة السياسية لهذا الحوار الوطني، دي يمكن النهاردة بتترجم بشكل واقعي على الأرض. حضرتك شايف أهمية ده إيه يا فندم إنه يحصل دلوقتي والناس كلها تشوفه؟ لازم نتفق أن هناك استجابات ووعد من السيد الرئيس لكل ما سينتهي إليه مخرجات الحوار الوطني، فإن الرئاسة تتعهد ضمن القانون والدستور بأنها أن هذه التوصيات والمخرجات ستخرج إلى حيز التنفيذ كل في اتجاهه. وده يمكن السيد الرئيس وعد به ويؤكد في افتتاح الحوار الوطني والدعوة للحوار الوطني وعلى مدار الحوار الوطني. خلينا نتفق أن دي ليست المرة الأولى التي يتفق التي يتم الاستجابة الفورية لطلبات مجلس الأمناء، ومنها سابقا حتى عشان بس ما ننساش المطالبة باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وكانت هناك استجابة فورية. المطالبة بالإفراج عن دفعات كثيرة من المحبوسين احتياطيا، وتم الاستجابة فوريا، ومنهم زياد العلامي وإلى آخره. والنهاردة في استجابة لدفعات أخرى ومنهم محمد الباقر وباتريك زكي. هناك الاستجابة للمجلس الأعلى للوطن الوطني للتدريب والتعليم، وكان هناك استجابة وهي مجلس الأمناء والحوار الوطني، وكان هناك العديد والعديد من الطلبات اللي يمكن حتى في آخر منتدى كان المستشار محمود فوزي عرض على السيد الرئيس بطلبات من المجلس الأمناء بإقرار بعض القوانين التي لا يوجد عليها خلاف وهي محل دراسة، ونحن ننتظر استجابة هي محل دراسة ولكنها محل اتفاق.
طبعا محل اتفاق، ودي من زي قانون الوصاية اللي هي القوانين التي تم الاتفاق عليها ولا يوجد خلاف ما بين القوى السياسية سواء مجتمعيا أو سياسيا أو نعم. مدنيا نعم. وبالتالي هذه الاستجابة هي تتسق مع السياسة العامة والاتجاه العام في أن وعد السيد الرئيس نافذ في تنفيذ كل نعم. ما ينتهي إليه الحوار الوطني. ده بيعطي ثقة أكبر، بيعطي مزيدا من الطمأنينة أكبر، بيعطي مزيدا من زي ما نقول المساحات المشتركة. الشعار الذي تم إطلاقه في بداية الحوار أن الجميع يجمعوا مساحات مشتركة وأن نعم. الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، شكرا لك يا فندم.